بزاف ديال الناس قالوا لي يا خويا نافع، بغينا علاج يا السحر المأكول والمشروب والميكروبات في المعدة. في هذا الفيديو بإذن الله عز وجل غادي نعطيكم كل شيء بالتفصيل، بقى معايا حتى الاخر بإذن الله باش نفسر لك كل شيء، وما توفيقنا إلا بالله. السلام عليكم، كنطلب من الله كلكم تكونوا بخير، كلكم تكونوا لاباس، وكنطلب من الله اللي مريض الله يشافيه، واللي مسجون الله يطلق سراحه، واللي مفروق على والديه الله يجمع الشمل ديالو، والله يشافي كل مريض بالسحر او بالعين او بالحسد او بجميع الامراض. خوتي الاحباب، كيف ما كنعرفوا ان السحر هو ماده سامه قاتله، هو ماده اللي كتاثر في الجسد، هو ماده اللي كيعطيك واحد الانسان ولا واحد الانسان ما كتخافش الله، ولا واحد الانسان اللي ما كيخافش الله وكيشرك بالله تبارك وتعالى وكيأذيك بهذا السحر هذا. نسأل الله عز وجل دمر كل ساحر. خوتي، هذا السحر ملي كياكلو الانسان ما كيبقاش ليه في المعده ديالو، كيولي في الدوره الدمويه وفي الجهاز العصبي. الاعراض اللي كيدير للراجل عاد نمشيو للنساء باذن الله. الاعراض اللي كيدير للراجل هو ان كيدير ليه الضعف الجنسي، كيدير ليه الاعوجاج والفشل الجنسي، كيدير ليه سرعه القذف، يقدر يسبب ليه في البروستات نسأل الله السلامه والعافيه، يقدر يسبب ليه في حرقه البول، يقدر يسبب ليه في البواسير، يقدر يسبب ليه مشكل، تكون عنده مشكل في العانه ومشكل في البواسير، نسأل الله عز وجل السلامة والعافية. والمشكل في البواسير كيجي من نقص في الألياف، يعني ديك المادة اللاجزة اللي كاينة في المعي الغليظ ما كتبقاش خدامة مزيان أو لا كتقل، وكيولي عندنا مشكل ديال صعوبة خروج الغائط شرف الله قدركم، وهنا كيتجرح المخرج وكيتكون عندنا البواسير. نسأل الله السلامة والعافية. ردوا بالكم أشنو كتاكلوا، الله يجزيكم بخير. بالنسبة للسحر المشروب، كاين الناس اللي ما كيخافوش الله كيشربك شي حاجة في القهوة، كيشربك شي حاجة في العصير، كيشربك شي حاجة، المهم كتشرب شي حاجة في حريرة في بيصارة فاش ما شربتي، نسأل الله السلامة والعافية، اللي بنفسها كتأثر فيك وكدير لك مشاكل في الصحة ديالك. بالنسبة للأعراض اللي كتولي عند النساء بالنسبة للسحر المشروب والمأكول، هو تساقط الشعر، هو الخوف، هو القلق، هو الفزع. وبالنسبة للأعراض اللي كتكون عند النساء، حتى مشكل في الرحم، ومشكل ديال الافرازات المهبليه كتكون في اللون بني او في اللون ابيض، المشكل ديال 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 تاخر الانجاب او تعطيل الانجاب او تعطيل الولاده او الم اثناء الجماع بالنسبه للمراه، او الخوف من الجماع بسبب الالم الفاضي، نسال الله السلامه والعافيه. بالنسبه للاعراض المشتركه اللي كتكون ما بين المراه وما بين الراجل، تكون الخوف، القلق، الفزع، المشاكل النفسيه والعصبيه، الاحلام وكثره الاحلام، وربما يتكرر لك الحلم انك تاكل بالليل، نسال الله السلامه والعافيه. المهم ردوا بالكم، الله يجزيكم بخير، وعرفوا شنو كديروا، وعرفوا فين كتاكلوا، وعرفوا شنو فين كتمشيو وفين كتجيو، وصليوا على رسول الله. غادي نمشيو باذن الله عز وجل طريقه العلاج. طريقه العلاج خوتي الاحباب، كاين الناس اللي كيتقيه وكاين الناس اللي لا. بالنسبه للناس اللي محيد المراره اقل من سنه كنتكلم وفهموا كلامي، دير ورقه وسيلو قيد، كنتكلموا على الناس اللي محيد المراره اقل من سنه ما خاصوش يستفرغ بهذه الاعشاب اللي غادي نذكر. كنتكلم على الناس اللي عندهم الفشل الكلوي او الدياليز ما يستفرغش بهذه الاعشاب اللي غادي نذكر. كنتكلم على الناس اللي دايرين الصمامات ديال القلب، يعني دير اوبيراسيون ودير الصمامات ديال القلب ما يديرش هذا الاستفراغ، الله يجزيكم بخير. غنتكلموا مزيان باش تكون الامور باذن الله واضحه. غادي نجيبوا باذن الله 50 غرام ديال الريحان، و 50 غرام ديال الورد، و 50 غرام ديال البابونج، 50 غرام ديال الريحان، 50 غرام ديال الورد، 50 غرام ديال البابونج باذن الله عز وجل. غادي ناخذ الكميه باذن الله سبحانه وتعالى، غادي نطبخها 10 ديال الدقائق في 3 لتر ديال الماء باذن الله عز وجل. ملي غادي نغليها 10 دقائق في 3 لتر ديال الماء، غادي نسد عليها بالليل ونخليها حتى الصباح ان شاء الله. الصباح نوض نستعد، نتوضا، نصلي واحد الركيعات، ونطلب رب العالمين انه يشافيني ويعافيني باذن الله عز وجل. ونشرب الكميه كامله، كاس مركاس، واحد الباني قدامي، كاس مركاس، كاس مركاس، ندير صبعي ونتقيا باذن الله عز وجل. من تقيا وتسالي داكشي اللي تقيتيه، صوره في الواتساب، صيفطوا لي باذن الله، غادي نشخص لك الحاله ديالك. غادي نتكلم بالنسبه باللغه العربيه شي شويه، بالنسبه للناس اللي متبعيني من الخارج او من الشرق الاوسط او لا. قلنا 50 غراما ريحان و50 غرام ورد باذن الله. وبالنسبه للناس ديال الخليج هما تيقولوا للريحان تيقول لي الاص، و50 غرام اص، الاص. هذه الكميه تؤخذ تغلى في 3 لتر ماء بالليل لمده 10 دقائق، تترك حتى الصباح باذن الله سبحانه وتعالى. في الصباح تصفى وتشرب على الريق باذن الله عز وجل. واسال الله عز وجل ان يشفي الجميع، وان يبعد الشر عن الجميع، وان يتوب عن الجميع، وان يغفر الذنوب ويستر العيوب. احبكم في الله.
والسلام عليكم.